السابق بالخطاوي الطير نشارك بالأماني الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأماني الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير يوم جديد لشباب سفاري الخير في غانا، وبعد أيام من العمل المستمر في تنفيذ المشاريع بدأ بعض شباب سفاري الخير بالشعور بالتعب والإرهاق، لكن إصرارهم على العمل خلى عزيمتهم تكون قوية متحديين كل الظروف. اليوم نشاطات النجوم مختلفة، فريق لوسيل راح يلتقي مع خضر عند السوق عشان يشتري الأشياء اللي اتفقوا عليها بالأمس، أما فريق الأدعم يومه مليء بالأحداث التجارية. أول مشروع لفريق الأدعم هو زيارة أمامة. أمامة تقدمت لمكتب قطر الخيرية بتطوير مشروعها. هذا المشروع مختلف في شكله وتفاصيله، خلينا نسمع منها إيش قالت لفريق الأدعم. طبعا أمامة قدمت كتاب للجمعية قطر الخيرية، شو اللي بغتها بالضبط؟ احنا قاعد نشوف تشتغل وكلك وتدعك. انا اصنع الصابون وابيعه على حسب حقه، حق بيته تنظف اغراض ولا تسوي لها شيء. احنا ما عرفنا اصلا انها قاعده تسوي صابون، سبحان الله. احنا ما عرفنا قصتها اصلا ايش بالضبط. نبي نسالك يا ماما عن قصتك، قصه حياتك انت. تغيرت حياتي بعد وفاة زوجي منذ 15 عاما، وترك لي 4 أبناء لاعيلهم، وبدات امور حياتي تصعب، فلجأت إلى شراء بعض الأغراض الصغيرة وبيعها، وعملت بذلك فترة، ثم تحولت إلى عملي هذا وهو صناعة الصابون منذ 3 سنوات. لا سوق في المنطقة هنا في الغرب يشتروا منا في سوق له يعني؟ لا، عندما يجهز الصابون أتجول في طريق المدينة فيراه الناس ويشتروه مني. دخلها الشهري كم في الشهر تدخلها منه؟ ليس هناك دخل ثابت، لا أستطيع أن أحدد. يعني الدخل يكفي ولا شو اللي ناقصها؟ شو اللي تحتاجه؟ بما أنه عملي الآن ومصدر الرزق الوحيد، فلدي طموح أن أطوره وأحسنه ليتحسن وضع عائلتي. كيف تفكر أن تطور هذا المشروع؟ لو وجدت دكانا صغيرا وعرضت فيه منتجاتي من الصابون، سيعرف الناس مكاني ويبدأون بالتوافد على المحل. أعتقد الحين إحنا عارفين هي الأشياء اللي تحتاجها واللي ناقصتها، فليش ما نشوف لها حل ونبتدي؟ طيب احنا الشمس بردت على روسنا، نستأذن منك يا أمامة، احنا بنروح وبنرجع لك ان شاء الله بإذن الله تعالى في الشيء اللي يرضيك. يمكن انتوا سمعتوها ان يوم نشدتوها عن موضوع كيف ان هي تبيع، قالت لك هي تروح وتسعى وتمشي وتبيع بضاعتها. فاحنا الاماكن اللي دائما اللي مرينا عليها والحالات اللي مرينا عليها جبنا ورتبنا في موضوع اللي هي كنتينرات نسوي لها دكان عند بيتها وتبيع بضاعتها في نفس الوقت، اوفر لها واللي يبيها بيجيها. بضاعتها عدل، هذا اقتراح طيب. تقدر تبيعها معلبة وبطريقة صحيحة لو جبنا لها الاغراض والدكان بالضبط. عز الله ما قصرت. بس ليش ما نخلي احنا نكلم بعد المكتب
احنا ناخذ شغله ونخلي المكتب يطرش لها كونتينر. ما نستغنيها ها؟ ما نستغني عن المكتب. اي بس نكلم المكتب، نخلي المكتب نعطيه العنوان ويجيب لهم كونتينر، يكون الكونتينر قبلنا موجود. نضرب عصفور بحجر مبارك. يلا توكل. هذا من احب الاعمال عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل رجال انه ما يقدر يجاهد ولا يقدر غيره وغيره، قال تعين صانعا او تصنع لاخرق، اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه او المجنون. هي صانع، فاحنا لما نعين هذا الصانع في صنعته في حرفته الله يأجرنا ونجد أجره معه، هذا شيء طيب. يلا اللهم يلا. بعد ما اتفق شباب الأدعم على دعم أمامة بكونتينر، اتصلوا مباشرة لمكتب قطر الخيرية عشان يجيب لها كونتينر ويركبه أمام المنزل، وهذا الشيء لازم يتم اليوم. خضر يسكن في مكان بعيد على طريق سوق الأغنام، وكسبا للوقت تواعد فريق لوسيل معاه على الطريق العام للذهاب إلى سوق الأغنام، ولكن خضر تأخر. يعني مشكلة كبيرة على ما أعتقد شيء، بس والله إنه يستاهل يا عبد الرحمن. لحظة شباب، أبو عتيق. هلا. وينه؟ ما جاء خويك؟ إن شاء الله بيجي، هاي بيجي. تراني في متأخر. مطر عليك، شغل مشاش. عشان يستاهل ينتظر شكل مشاش. خلنا ننتظره. لا لا بيستانس الرجال، بيستانس والله. اللي جه الحين هو خليه يسهل يا عدره. اي جاي يدرس الدين. ها والله انه يستاهل. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. اهلا وسهلا. انا اسف انا اسف والله، يعني بالنسبه لوسيله النقل ما عندي شيء، لذلك وكنت في الهداوه يا ابو عديك، بالهداوه في زحمه. لا معليش يعني معليش، خف علي. الحمد لله الحمد لله. يلا يلا ها يلا 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 خضر، تأخر كثيرا. يلا يا اخوان يلا يلا يلا. وصل فريق لوسيل الى سوق الاغنام في احدى ضواحي العاصمه اكرا. هذا السوق يعتبر من اهم الاسواق في العاصمه، وبدا الشباب بالبحث عن الاغنام الجيده. شوف اعمارهم صغيره، شفتها مثل هذه مثل هذا لغانا، اما طويل طويل هذا من بوركينا، وكل هذا ياتون من هناك. ذلك ترى يختلف. اغلى؟ نعم. لا ليس اغلى، انما يختلف من هنا. هذا من بلد اخرى مثل بوركينا وكل راينا في غانا، في القرى في صغيره صغيره. ايوه صغيره. هذا حق من غانا والله ما ادري، لانه اصحابه جالسين ما تدري ما هو صاحبه بالذات. احنا بنسال واحد الحين. بعد جميع المداولات وضمن المواصفات المطلوبة، ما عجبت فريق لوسيل هذه الخرفان، وقرروا التوجه إلى محل آخر. سبحان الله، الخرفان عندهم لهذيل. أيوة عند ماعز والله خرفان. لدي خراف هنا. ما شاء الله عنده 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 خرفان طيبة. نسأل الشيخ خضر ماذا يريد عشان نعم. نشتري. ايوه عندنا غنور خرفان. تريد خرفان. لا تريد ماعز؟ لا لا لا. ايوه جميل. ما رايك طلبات. هذا ربما هو افضل واحد راينا. نعم كنت نرى ان شاء الله، انا ارى بعد. يلا شوف، خلوا شوفهم بالوحده. اخذ مع محمد عتيق. ابو عتيق هو الخبير بيننا. دكتور اسنان يعطيك العافيه ابو عتيق، لا تعضك بس. واحده ثانيه ابو عتيق. يبيع 20 20. خلينا نشوف اول شيء نختار. هذيك واحده. هاي واحده. ها شيخ سرعة سرعة بسرعة. 20 يا ابو عتيق. ها هاي اوكي اوكي. لا كبيرة كبيرة. شوف هذه ابو عتيق، هذه يعتبر. نتوكل على الله خلاص ان شاء الله. وماذا عن نقل الماعز؟ بالنسبة للنقل فهو على حسابي، لأن ما تقومون به عمل خيري فلا تقلقوا.
15 باقي خمس، باقي خمسة شباب. شيخ خضر، نعم. كل شيء زين؟ والله أنا مسرور جدا. مسرور إن شاء الله. مسرور جدا والله. يعني تأكدت من غنمك كل شيء زين؟ والله وجدت والآن أنت أنا مسرور. الحمد لله. الحمد لله وبارك الله فيكم. تأكد منهم، تأكد منهم. عندهم كم راس موجود عندك؟ كم فحل موجود؟ كم أنثى موجودة عندك؟ كلها عدرتها كلها يعني أناث 15 وذكور هذا، فهذا هذا خمسة. الحظيرة نشتريها إن شاء الله ونركب هذه الأغنام داخل الحظيرة. إن شاء الله. إن شاء الله. مستأنس؟ إن شاء الله. مرتاح؟ مرتاح. متأكد من غنمك؟ أيوة. الله يعطيك العافية. مشكور يلا. الله يعطيك العافية. آمين. الله يعطيك العافية. يلا. آمين. جزاكم الله خير. وفي الطريق كان فريق الدعم اللوجستي لفريق لوسيل اشترى خشب الحظيرة وبقى بانتظارهم هنا إلى أن يصلون يتأكدون أن خشب الحظيرة كافي للبناء. ما قصر الربع في الجمعية. ايه. جاب الكنتينر بسرعة. ايه. اوه اكو كنتينر وصل. ايه. ايه. لا ومرتب بعد ها. لا ممتاز. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب شباب انتوا تبون نملغها؟ لا 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 لا. نرتب الاغراض. نرتب ونملغها. بس نشوف شعورها كيف، تبطل الباب ولا تحصل الاغراض موجودة. خلصتها ها؟ ايه يلا يلا واحد يصير. ماما هذا ايش هذا؟ هذا مال مين؟ هذا كونتينر احضره احد ما منذ قليل. ايش في الكونتينر داخل؟ اعتقد انه فارغ من الداخل. خلت بطل خلينا نشوفه. أسأل الله أن يدخلنا الجنة كلنا. اللهم آمين. ندوس العلم الجنة. نحن ومن تبرع لها بهذا الدكان. شعورك الحين يا ماما وأنت تشوفين هذا المحل ومصدر رزقك اكتمل الآن في بطريقة أنت ما كنت تتوقعينها. ليس هناك الكثير لأقوله لكم، لساني لا يستطيع شكركم كفاية. الله يعلم بذلك ويبارك فيكم وفي المتبرعين. الحين هاي مضربين، مضرب لها حق الصابون، مضرب حق عبد الله حق الهريس. عزم الله نطبق. عز الله. احنا خلصنا مشروعنا وما قصرنا معها، وفي اكيد كثير من المشاريع تنتظرنا وناس غيرنا من الاخوان المسلمين تنتظر وقفتنا معاهم. نروح المشاريع الباقيه. نعم. نودع زوره مره ثانيه في المستقبل. يكون عندك مصنع ومبارك بيخلط لك الصابون ان شاء الله. فريق الادعم سلم امامه مشروعها، وبكذا يكون انتهى اول مشروع للادعم اليوم. وامامه بدت تسترجع كيف كانت تعمل في السابق وبهذه الطرق البدائيه. الان امامه لم تعد تبيع في المنزل، هنالك محل خاص ببيع الصابون لها لتنطلق إلى عالمها الجديد. خضر وصل إلى الأرض وبعد ما كان الجو ممطر
بدأ الآن يصحو لتبدأ عملية التنزيل والتركيب. فريق لوسيل شارك النجار جميع مراحل البناء عشان يستطيع أن يتم إنجاز الحظيرة في أسرع وقت. الخميس اختفى فجأة وراح يجيب مفاجأة خضر الثانية واللي ما خبروه عنها. عاد الخميس يجيد ركوب الدراجة النارية وانتظر علشان تحين الفرصة المناسبة للدخول إلى خضر ومعاه الدراجة. أعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. أنت أكثر واحد تعب ترى. الحمد لله. الحمد لله. أجر. والله أجر شيبان خبرة يا ولد طلع. إن شاء الله في أجر. جفال. الشعر الابيض طلع فيك هذا ما هذا الخبره تعبنا وما تعب في الابيض هذا هاي الخبره ايه جزاك الله خير الله يجزاك خير خلصنا العزبه خلاص شيخ خضر نعم الان احنا خلصنا الحظيره عجبتني تمام الحمد لله حتى انا عجبتني الان ان شاء الله ما باقي علينا الا ننزل الحلال من السياره ما شاء الله فبس اعمل حسابك لا يشرد شيء من الحلال عشان ما فينا شده تعبانين نلحق الحلال لا 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 انتبه يهرب واحد الحقك لا 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 الشباب ماي في الحارة إن شاء الله يساعدونني طيب. شيخ خضر نعم ان شاء الله قطر خيريه نعم سوف تاتي تزور هذا المشروع بعد مده ان شاء الله يجب ان تطور هذا المشروع ليس ما يولد تاكله لا او يضيع هلا 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 حاسب لا تدخلها داخل هني وينك انت يا ولد؟ ها؟ وينك؟ وين جاي هني؟ والله رحنا نجيب الدراجة جيبه جيبه تعال 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 يا مسعد تعال ما هذه؟ موتور ولا دبابة؟ لا هذه طيارة ادري انه موتور هذا الموتور نعم ايضا هدية من قطر الخيرية ايضا؟ نعم ما شاء الله اليوم يوم السعد لك اليوم يوم المنى ما يعني لكسرة سرور يعني ضاعت الكلمات مني يعني أيوة. وأشكركم بمعاملتي يعني أنا بخلق عظيم الذي تعاملت معي منذ بداية الحركة إلى نهايتها وأيضا أنتم لعل عندكم آباء يعني وأزواج وأولاد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويوفقكم في كل الأمور وعندكم يعني مثل جمعية قطر خيرية في كبار ومدراء ومتبرعين متبرعين كلهم أسأل الله يحفظهم يعني رحمة يعني برحمته ويعني يرزقهم جنة فردوس ويجعلنا في جنة فردوس جميعا إن شاء الله إن شاء الله نبي لما نجي إن شاء الله السنة الجاية يقولون كان مثلا عدد الطلاب في المدرسة 20 نبي يكونون 50
ان شاء الله. اذا قالوا مثلا القرى الغريبه، مثلا القرى الغريبه اللي بتروح لها ان شاء الله في هذا الشيء تستخدمه ان شاء الله. نبي تكاثر عدد المسلمين ان شاء الله في غانا. أيوة. حتى لما نسالهم يقولوا والله الشيخ خضر كان يجينا هنا ويعطينا دروس في الدين. ايوه ان شاء الله. بعد تسليم فريق لوسيل خضر أغنامه وحظيرته ودراجته، فريق الأدعم وصل لقصته الثانية. هذه القصة هي قصة ممتدة مع صاحبتها حمدية، أكيد تذكرونها، اللي كانت تسكن مع صاحبتها وولدها عبد الفتاح اليتيم. اليوم قرر فريق الأدعم من ضمن مساعداته أنه يعطيها دكان بمحتوياته، وطلب من قطر الخيرية بناء الكونتينر في الأيام السابقة بدون ما تعرف، وبدأ الآن بتنزيل محتويات الدكان إلين ما تحين اللحظة الحاسمة وينادونها. شباب بيض الله وجهكم، خلصنا ترتيب الكونتينر، الان في طريقه ثانيه احنا رتبته مع المره اللي اللي اللي, اللي في الخلف اللي تشوفونها. هذه الان هي قلت لها انت سوي نفسك ان انت هذا الكونتينر لك. طيب حلو. بنجيب حمديه بنقول لها تشترين وتميرين بيتك من خلال هذا الكونتينر، وعقب يصير لها الفيلم بينها وبين هذه المره. حلو، ايش رايكم؟ تشويق وإثارة. تشويق وإثارة. يلا ها؟ يلا. ايش رايكم؟ طيب خلكم انتم بس مشوا معي الموضوع. يلا. 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 عبد الرحمن. صح. الأدعم حبك خطته، ولوسيل على وشك الوصول إلى خديجة. خديجة امرأة لا تنجب وتقوم بممارسة المسؤولية الاجتماعية بطريقتها. فريق لوسيل وصل عشان يسمع قصتها. احنا فريق لوسيل جايينش من قطر الخيرية، وانت تقدمتي بطلب قطر الخيرية طلب مكاين. منذ بدأت تعلم مهنة الخياطة وأنا في خاطري إذا بدأت العمل أن أحضر مجموعة من الفتيات اليتيمات وأعلمهم الخياطة مساعدة لهن. طيب يا خديجة، إيش الهدف من تعليمك طبعاً البنات أو الناس للخياطة؟ في يوم من الأيام كنت في وضع مشابه، توفي والدي وأنا صغيرة وأمي تعبت كثيراً في أمور تربيتنا، فأنا أشعر بما يشعر به هؤلاء الفتيات. والله هذا شيء طيب، يعني لما واحدة تفكر يعني في غير، ما تفكر في نفسها تفكر في غيرها، نتعلم الناس اللي كان مثلاً صيدها الموقف عشان ما يصيدهم نفس الموقف اللي صادها. من الجميل أنك تفكرين بالآخرين، ولكن هذا لا يمنع أن تفكري أيضا بنفسك، يعني تفكري بالآخرين يتعلمون وتفكرين بنفسك تطورين هذه التجارة. يعني مثلا إذا علمتي بعض البنات ووجدتي بعض البنات محترفات، لا بأس أن يشتغلون معاك المحترفات وتشكلون شركة صغيرة، معمل صغير. أفكر بذلك، ولكن من المستحيل أن أتمكن من فعله، فلا أملك آلات الخياطة، ثم إن القماش ينقصني كثيراً بالإضافة إلى مكان أوسع من هذا المكان. خديجة، احنا نبشرك أن هذه الأمور اللي طلبتيها كلها إن شاء الله بتوفر، وإن شاء الله راح في أقرب وقت بتكون موجودة عندك، لكن على شرط. شرط أن احنا إذا جينا المرة الجاية نشوف البنات يشتغلون على المكان الخياطة. هذا ما اشترطته على نفسي، وسيحصل ذلك بإذن الله، جزاكم الله خيرا. اتفق شباب لوسيل على أن خديجة تحمل قيما تجاه أبناء بلدها بشكل عام والأيتام بشكل خاص، وقرروا أنهم يساعدونها. حمدية، الآن شباب جلسوا تفاهموا مع الأخت صاحبة المحل وعطتنا سعر زين، وعطتكم سعر زين، عطتنا سعر زين، وقالت إن هي بالأغراض اللي أنت بتاخذينها
بتنزلك مستأن مثل ما قال بوعجان. الآن هذا المحل قدامك، أنت اختاري اللي تبينه حق البيت. حمدية، هاي كل الأغراض أنت بتشترينها، عندك فلوس؟ حمدية، هذا المحل الدكان كله لك أنت. أنت تبيعين أنت وتكدين على ولدك وتكدين على نفسك وتكدين على بيتك. والله شيء طيب إنها أدخلنا السرور عليها مسكينة، هي ولدها اللي طردوهم وعانت وكل يوم تسكن عند واحدة. فجزا الله المتبرعين والمنفقين وقطة الخيرية وفريقنا إنه وفر لها الدكان، وإن شاء الله بعد بنفاجئها بالبيت، فبيكون عندها أمن وأمان، لأن البيت أمن وأمان واستقرار، وعندها مصدر دخل يخليها ما تتكفف الناس ولا تسأل الناس، وعندها اكتفاء ذاتي، تعيش هي ولدها بعزة وكرامة وأمن واستقرار. حمدية فريق الأدعم يعمل على تحقيق كل ما تطلبه، وذلك مساهمة منه في جعلها مكتفية ذاتيا. حمدية ما انتهت قصتها بعد، هناك كثير من المفاجآت تنتظرها. الآن شباب لوسيل متوجهين إلى شخص، هذا الشخص عصامي مكافح يعمل حسب ما تأتيه الأرزاق، وعنده بنت معاقة. شباب لوسيل في طريقهم إلى سراج عشان يسمعون قصته. سراج، نحن من جمعية قطر خيرية فريق لوسيل، أنت تقدمت بطلب مساعدة لجمعية قطر خيرية لحالة بنتك الصحية، فأتينا كمجموعة لنرى حال البنت ونتفقد الأحوال وإن شاء الله نقدم المساعدة. تعبت ابنتي مرة فذهبت بها إلى المستوصف القريب، وبعد أن كشف عليها الطبيب أخبرني بوجوب إجراء عملية قلب مفتوح لها في أسرع وقت، ولكن ليس لدي ما يكفي من النقود لأجري هذه العملية. بحثت طويلا عن من يساعدني، فأخبرني أحد الناس عن جمعية قطر الخيرية وما تقدمه من معونة للمحتاجين. أخ سراج، ماذا تعمل؟ أنا أعمل صباغ. هل عندك محل؟ لا، ليس لدي محل، ولكن من يحتاجني يكلمني على الهاتف وأذهب إليه. أنت تشتغل لوحدك؟ يس. ليس معك أحد؟ لا. وليس لا تعمل كل يوم؟ لا لا، مش فقط إذا أحد ريكوستيو، إذا أحد طلب منك ذلك. نعم، يعني عشان علاج البنت، هل عملت شيء؟ جمعت شيء يعني عساس العملية اللي تحتاجها البنت؟ لدي مبلغ صغير أجمعه منذ مدة، ولكن لا يكفي لإجراء العملية. أخ سراج، احنا بغينا التقارير الطبية عن البنت، وانت قلت لنا جمعت لك مبلغ بسيط، فنبي التقارير الطبية مع المبلغ البسيط عشان احنا ان شاء الله في جمعية قطر الخيرية ندرس الموضوع. انا والله متأثر كثير، لان انا بنتي مريم قريبة من حالة هذه البنت. الله يشافيها ان شاء الله. وانا اعرف صعوبة الوضع هذا، يعني هو يبي يعمل المستحيل حق يعالجها. هذا سراج، حطني الاوراق. سراج، جبت المبلغ؟ نعم. عطنا المبلغ. الحين جفال، انت تعرف عن التقارير هذه؟ عندي قاعد تقرا؟ عندي خبرة. زين يلا اقرا. عندي خبرة يا كابتن. الحين ايش تبون فلوس الرجال خذيتوها؟ ليش خذاها بعتي؟ ايه؟ ليش ما خلى فلوسه؟ قال لي جاء عنده مبلغ، قدر نكمل عليه في شو اسمه؟ الحين جايين نساعده وناخذ فلوسه بعد؟ هو قال مجمع عنده مبلغ بسيط. طيب، عشان نكمل عليه ايش اسمه؟ احنا هو جاي ناخذ الفلوس يا بعتي. عادي انا، بس هو قال عنده مبلغ عشان بيساعد. يا اخوان لا تختلفون، هناك يقررون الاخوان في قطر الخيرية. عطني الفلوس بعتي. عطني الفلوس. عطني. لحظة ابو خميس، اسمع سعد، اسمع ابو خميس. أنا عندي فكرة. شنو فكرتك؟ عطني الفلوس. ايش تبي؟ مسكني الفلوس أول. يلا. بعلمكم بعدين. يلا خلونا نمشي. انتهت حلقة اليوم بزيارة سراج، على أمل أن يجد من يقوم على علاج ابنته. حالته لا تستوجب التأخير، وفريق الأدعم غدا لديه تسليم مشروع ضخم. نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير.